يا من يجير المستجير إذا دعا، يا من يا له الآلاء في أكوانه جل القدير. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، رمضان كريم عليكم يا رب. النهاردة هعمل لكم فكرة فانوس سهلة بسيطة جدا. أول حاجة أنا طبعت الفانوس ده من على برنامج بنترست، طباعة ليزر، بيطلع لك نفس الشكل بالظبط. تقريبا الصورة بتكون ب2 جنيه، مش غالية يعني. وجبت معايا قطعة كرتون، وهبدأ كده أفرغ الفانوس من الورقة. هقصه بنفس الشكل بتاع المجسم بتاع الفانوس. اهم حاجة واحنا بنفرغه ما ندخلش على الزوايا بتاعة الفانوس، ونقصه مظبوط عشان يدينا الشكل اللي احنا عاوزينه في الاخر. عاوزاه كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ان يكون ما فيش فيه اي زيادة من الورق الابيض. المقص الرفيع ده جميل يا بنات، بيكون سنه رفيع وبياخد معاكي اي زاوية وبتعرفي تتحكمي فيه. انا كده خلاص فرغت شكل الفانوس، لو عندك غيرة استعمليها في اللزق، بتكون خفيفة تحت الورقة وجميلة جدا. لو ما فيش هتسيح الشمع جدا زي ما انا سيحته بالشكل ده، بيكون سائل خالص، فمش بيعمل اي قطع بارزة يعني تحت الورقة. خلاص كده انا ثبته من فوق، هكمل لزقه وهقول لكم هنعمل فيه ايه. خلاص كده انا ثبت الفانوس بتاعي كله على الكرتون المتين، وهبدأ اقص برضه على نفس التحديد بتاع مجسم الفانوس اللي انا لزقته. اهم حاجة وانتوا بتقصوا خلوا بالكم عشان ورقة الفانوس برضو بتكون ضعيفة شوية، بحيث ان طرف المقص ما يدخلش عليها يبهدلها. لو مش هتعرفي تتحكمي في المقص، هوريكي دلوقتي ازاي تقصي بالقطر، وبرضو بيكون طريقته سهلة جدا، وبيعمل بيحدد معاكي الشكل مظبوط زي ما انتي عاوزاه. انا بصراحة بفضل اشتغل بالمقص، يعني مش بحب القطر، مش بحب استخدمه كتير في شغلي، دايما تلاقوني معاكم بستخدم المقص. بس هو القطر شغله جميل جدا وسهل للي بيقدر يتحكم فيه. كده انا حددت طول الفانوس وهحدد الزوايا اللي فوق، ولما بتيجي تشيل الكرتون الزيادة ده بيكون سهل جدا ان انت تقدري تشديه بس كده بايديكي. شايفين مجرد ما تتني الكرتونة بيوريكي بقى الشكل اللي انت حددتيه، بتسوي بس بالمقص وبيطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. كده خلاص يعتبر الشكل بدأ ينتهي معايا. هبدأ اعمل له السنادة اللي هسنده عليها من ورا. انا كنت كل مرة بعملها كده بشكل مثلث واروح مثبتها من ورا،
بس انا المره دي عايزه شكل الفانوس يبان كانه حقيقي بالظبط، كانه فانوس قدامي. فهاتني كرتونه من النص كده، اخد جزء مربع من فوق او مستطيل، يكون عرضه حوالي 3 سنتي، وبعدين بثبت الفانوس على الكرتون. زي ما قلت لكم برضو الشمع يكون سخن قوي معايا عشان يثبت كويس، وهبدأ كده اثبته على ظهر الكرتونه وألزقها على الفانوس. تقدري تستغني عن الخطوة دي لو هتلتقيه على الحيطة أو هتحطيه على حاجة. أنا عاملة واحد كمان زيه، لازقاه كده على السيراميك على الحيطة بتاعة المطبخ، شكله جميل جدا، وهوريهولكو في الفيديو الجاي إن شاء الله، وأنا بغير شكل الرخامة وبعمل ديكور المطبخ. إن شاء الله هصور لكم الفيديو ده وهتشوفوا ديكور رمضان اللي انا عاملاه فيه. انا جبت كمان قطعة كرتون بسيطة كده وحطيتها في النص بين التانيتين اللي انا تانيتهم في الكرتون، بحيث ان هو يديني متانة اكتر ويثبت كده معايا. بتقدري بقى تتحكمي في الفتحة بتاعة الفانوس من ورا بتاعة السنادة على حسب ما انتي عاوزة. انا هجيب قطعة الكرتون دي وهفتح كده الفتحة على مقاسها، مش هكتر عن كده، بحيث ان هو ما يكونش واخد مساحة كبيرة، ولو اصغر حاسة ان هو هيكون مرن معايا شوية وهيقع. فانا قصيت جزء بسيط كده زي ما انتوا شايفين وثبت عليه السنادة بتاعتي. وكده خلاص اداني شكل المجسم اللي انا عاوزاه. بس انا مش هكتفي بشكله كده، بالذات ان في كرتون باين من الجوانب مكان ما انا قصيت. انا عندي الاستراتس ده فضي وذهبي، هاخد الذهبي ده يمشي مع الفانوس لان هو فيه اللي هو شكل المسجد اللي في نص الفانوس ده، اضاءته جميله جدا، هاتي لون اصفر ذهبي كده. هقص شريط رفيع كده باللون الذهبي وهثبته على الزوايا بتاعت الجوانب بتاعت الفانوس. يعني على فكره يا بنات بتفرق جدا جدا في الشكل، غير انها بتداري الكرتون معايا وبتداري اي زيادات، بتدي لمعه حلوه قوي، وبالذات لما بتكوني حاطه اضاءه بتدي لمعه كده زي ضوء شرايط النور كده او حبل النور، او بتدي اضاءة جميلة بصراحة، بتخليها تقلب كده زي الليزر. انا عن نفسي بحب استخدمه في شغل كتير، مش في ده بس، يعني انا بستخدمه في شغل كتير ليا، انا عملته معاكم على القناة دايما بدخل فيه الاستراتس ده. انا كده خلاص غطيت الجوانب بتاعتي، وهاجي كده على كل زاوية في الفانوس، أحدد الشكل بتاعها كده بالشمع وألزق عليها الاسترس ده، بيدي برضو بيفرق جدا في الشكل معايا. هثبت كده وأي زيادات هقصها، وطبعا مفيش أي زيادة من دي أنا برميها لأن كلها بستخدمها تاني. حتى لو معاكي قطع صغيرة تقدري تلزقيها جنب بعض وتديكي الشكل اللي انتي عاوزاه. باخد الخط اللي في النص وكسرتين اللي في الجنب على نفس شكل الزوايا بتاعت الفانوس، بحيث انها تبقى مالية العين كده او عطياكي شكل ان الفانوس فعلا مجسم قدامك مش قطعة واحدة. حاسة ان الاسترس ده بين الزوايا بتاعته اكتر، بجد شكله جميل جدا ومنبهرة بيه قوي، وكنت مبسوطة جدا وانا بعمله. هو بس الفيديو اتأخر شوية في اني انزله، كان كسل مني بس ان منتج. كده خلاص بقى ده معايا الشكل النهائي، شكله سهل وبسيط جدا وما اخدش وقت ولا مجهود.
وكمان حاجة بسيطة كده تفرحي بيها أولادك، وكديكور هي قطعة ديكور جميلة جدا وشيك وشيك خالص ومن غير فلوس. كلفتني بس 2 جنيه، والاستراتس ده كان موجود عندي، ولو مش موجود عندك هتجيبي منه ب3 جنيه، هيعمل لك منه كام حاجة مش الفانوس بس. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش من اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.